يقول فضيلة الشيخ: إذا اشتريت لحما وأنا أعلم بأنه لم يذبح مثلا وفقا للشريعة الإسلامية، فهل أقوم بذكر اسم الله عليه؟ لا، كنت تعلم أنه ما ذبح ولا ذكي على الطريقة الشرعية أو حرام، هذا ميته، ولا يكفي أن تقول أن تسمي عليه. تسمية عند الذبح، عندما يجر يده في ذبح الذبيحة يقول بسم الله، ولا تتأخر ولا تكون من غير الذابح أيضا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يا فضيلة الشيخ له مجموعة من الأسئلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم تأتي ولا يدرى هل ذكر اسم الله عليها أو لا، قال: سموا الله أنتم وكلوا. المراد التسمية عند الأكل، لأنه يستحب أن الإنسان يبدأ ببسم الله عندما يريد الأكل. نعم، ولا تجزي هذه عن تسمية الواجبة عند الذبح. نعم.